مرحبا. بالحلقات الثلاثة الماضية حكينا أنه لابد أن يبدأ أن نبدأ التفكير بالوجود على أساس أن هذا الوجود أزلي، يعني لا يمكن منطقيا أن نبدأ من عدم أو من سكون. موجود هو وجود، يعني ما في شيء قبله كان عدم. هاي الفكرة لازم نحن نقيمها تماما. طيب كيف نوجد الوجود متحرك ومتغير، من تنتقل من شكل إلى شكل، في أشكال تحيا في أشكال بتموت، في شيء بيموت بالوجود، لكن اللي بيعيش واللي بيموت بالمكان والزمان وعالم الطاقة. في ضمن عالم الطاقة، ضمن عالم المكان والزمان، في ولادة وموت وتركيب وتفكيك وفي كل شيء، بس مش الوجود كله، لا ينطبق على الوجود كله. إذن يجب أن نميز بين الوجود الدائم بحالته الدائمة وبين شكله الحالي المتغير القابل للحياة والموت. إذن لا يجب أن نقيس مقاييس الكتلة أو الضوء أو المادة الحية على الوجود الأصلي. إذن في عندنا شيء اسمه وجود أصلي، اللي هو المواد الأساسية البانية للكون، وفي عنا حالة الكون الحالية ضمن تفاعلات ومتغيرات نحن بتصورنا أنها وعي، أو على الأقل تحمل قدر كبير من الوعي. بمعنى شو؟ معنى الافتراضي، الداتا. ليه؟ لأن الوجود شو؟ مش طاقة. طاقة بتاخد شكل، هذا الشكل في له كم وفي له نوع، كموم وأنواع مختلفة من الطاقة بتشكل الوجود. تتفكك بترجع لشكلها الأولي اللي هي الحقول الكراطيسية اللي بتتبادل وبتنتهي إلى لا شيء. فإذا الطاقة موجودة لكن تأخذ أشكال مختلفة. الذي يموت ويعيش هو النوع، يعني الداتا، يعني بنسميها الروح، الكلمة. فالكلمة اللي هي الداتا، اللي هي المع الكموم والأنواع، يعني اللي هي النسب، قديش من هاي زول صوديوم، قديش بوتاسيوم، قديش كذا، كيف بيتركبوا، كيف هيدي الداتا هي اللي بتموت. النظام يعني بيموت وبيعيش، بيموت بترجع مادة أولية، بيعيشوا مع بعضهم، بيشتغلوا مع بعضهم بنسب وحجوم وطريقة معينة، بتعيش مادة حية جديدة. إذن الذي يحيا ويموت هو دخول الكلمة، النظام، إلى عالم الطاقة العماء والخروج منه، مش الطاقة نفسها عم تروح وتجي. فالطاقة الأصلية للكون هي الزمان والمكان مثل ما حكينا. ليش قلنا هيك؟ قلنا إذا مشينا بسرعة الضوء بتقلص المكان. إذا مشينا بسرعة، يعني بس نقرب من سرعة الضوء بنصف تقريبا مكان صفر، بصير سرعة الضوء بصير المكان صفر والزمان صفر، يعني مقياسنا للمكان والزمان ينتهي تماما. معناته نحن عمليس انفصال المكان عن الزمان، وليس المكان والزمان بحد ذاته، لأن المكان والزمان بحد ذاته بينتهي تمايزهم بالحركة المطلقة. إذن يجب أن نبدأ من الحركة المطلقة، هيك بصير يعني المنطق مقبول. كيف يعني؟ يعني أينشتاين قال إذا صرنا إنه نحن مقاييسنا للمكان والزمان محدودة نسبية نسبة إلى سرعتنا، إذا مشينا بسرعات عالية سيتقلص المكان والزمان، وعندما نصل لسرعة الضوء ينعدم المكان والزمان. طيب ما بنعدم بروحه؟ نحن نعرف أن المكان والزمان هن خلاق، هن كل شيء، ما يعني ما يمكن تصور وجود من دون مكان وزمان، لا يمكن تصوره. وين بدون؟ بالعكس بتسأل سؤال منطقي، وين بدون وجود؟ إذا في مكان. طيب إمتى بنوجد؟ إذا في زمان. فنحن ما في بعقلنا لا يمكن أن يقبل أي وجود بدون حيز مكاني وزمان وجود، وبالتالي حتى الإله نفسه نقول وينه بالسماء، هيك هيك هيك، روحوا على الكعبة، تروحوا على القدس، روحوا، لا نلاقي مكان، عم ندور على مكان ندور عليه، نقبله نتجه إليها.
وهذا قبل ولا هذا قبل؟ هذا طبيعي. مين خلق الله؟ مين خلق مدري شو؟ مين خلق الكون؟ مين خلقك؟ مين هذا قبل مدري مين؟ هذا بعد مدري مين؟ وقبله شو كان فيه؟ دائما عندنا مفهومين هدول عايشين معنا. كيف بدنا نعدمه؟ عدم عدم التفكير. لا، فتنا بالحياة. فلا، هو التفسير الأصح أنه يعود المكان والزمان إلى شكلهما المتحد اللي هو الحركة المرفعية. وهنا نفوت بقى على مفهومنا نحن عن من خلال شو؟ من خلال الضوء. فلنوقف شوي عند الضوء. الضوء بيمشي، قلنا بيمشي بخطوط يعني ليست مستقيمة، إلى انحناء تتعلق طردا مع الهرتز وعكسا مع شو؟ مع الطاقة التي يحملها الفوتون. فوتون بيطلع بطاقة معينة، بيتمدد بيتبدد، يعني طول ما هو ماشي عم يعطي حقول كهرطيسية، يعني عم يصرف حتى يوصل لمرحلة بيموت الضوء. بيقول لك الضوء 5 مليار سنة ضوئية فيه. نحن عم نشوف ضوء اليوم عمره 5 مليار سنة. كيف جنان هذا؟ شو 5 مليار سنة؟ إذا أنت عم توقف هيك مثلا قدام أشعة الشمس وبتشعر قديش نقلت لك طاقة، طيب هيدي عم تشع. الضوء بيصرف طاقته وهو ماشي، يعني بيصرفها تماما. فكيف يعني بده يعيش هذا؟ معناتها الشمس كان لها بالكون كله، يعني إذا الضوء ما بيموت. طيب حط الميكروويف وشغله، هذا فوتونات مو هيك ميكروويف، شغله حط مرايات جوا وطفيه. لشو تتركه شغال إذا بدل الضوء شغال؟ بدل يدفي تحترق الطبخة إذا ما طلعت الضوء صرفته، مو هيك؟ فكان لازم يكون في شيء عنا إذا الضوء ما بيموت، شيء اسمه تصريف للضوء، إنه إذا ما صرفته لهذا الضوء وين بدك تروح فيه؟ يعني ما بيموت، ما بدك تروح فيه. ففكرة سخيفة جدا، سخيفة جدا أنه الضوء لا يموت. ليه؟ لأنه حسبوا طاقته، حسبوا طاقة الإلكترون واعتبروها هي الطاقة تبع الإلكترون، هي استطاعة الإلكترون وليس طاقته. يعني شطبنا الزمن، نحن جردنا الزمن، اشتقينا الزمن من المعادلة، فطلعت معنا طاقة الإلكترون هي مش طاقة الإلكترون، هي استطاعة الإلكترون، يعني الباور وليس الإنرجي، يعني الواط وليس الجول. فاللي بنحسبه أنه ثابت بلانك ضرب الهيرتز، هذا استطاعته في الثانية، استطاعته في الثانية، وبالتالي ما منقول أنه هذا جول، هذا واط، هذا واط وليس جول. طيب اذا خلل معين بالمفهوم ادى اللي نعتبر الضوء شو يعيش قد ما بدك، ما بيموت الضوء، مع انه بنعرف نحن الاشارات تبع المحطات البث وكذا انه بعد مسافه صغيره بتوقف، يعني مش ولو كانت بتدل دائمه كان دل الدائره بهالارض، كنا سمعنا كلام جاي من الصين، كنا سمعنا كلام من أول امبارح، كنا سمعنا الإشارات اللاسلكية تبع الحرب العالمية الثانية. إذا ما بتموت لشو يعني؟ هذا حكي مو صحيح، ولا يمكن أن يكون مقبولا، ولا يمكن أن يكون مقبولا أن الضوء يعيش فترة زمنية طويلة، ممكن تحكوا بساعات مش أكثر. يعني ضوء الشمس يعني اللي هو قوي جدا وكذا وإلى آخره، ناجم عن انفجار نووي مستمر، هذا الضوء بيعيش ساعات. هلا اذا نحن عندنا مشكله، اذا بيعيش ساعات وبصير بخط منحني، يعني بلف وبدور. طيب قديش بينحني الضوء بالنسبه لزماننا نحن؟ اذا بدنا نبلش نحن من الحركه المطلقه اللي قلنا عنها، تغير مكان ضرب تغير اتجاه، عرفتوا كيف؟ يعني اصل الوجود الزمكاني هو تغير مكان ضرب تغير اتجاه. يعني سرعة مماسة تانجنت، وسرعة بيربنديكولار يعني عمودية مركزية. طيب اي منحني، اي مسار منحني بهذه
بهذه المركبتين المتعامدتين رح يشكل دائرة، مو هيك؟ إذا منتظمة إذا ما تغيرت النسبة يعني رح يشكل دائرة. إذا دائما نحن بدنا نشوفه من السكون وبدنا نشوفه من الحركة. إذا نحن بمركز الدائرة بنشوف المكان منفصل عن الزمان، بنشوف المكان تغير اتجاه محض، وبنشوف الزمان اللي هو الزمان تغير اتجاه محض، يعني عقرب ساعة عم يدور بأخضه، وبنشوف يعني سرعة زاوية، وبنشوف اللي هو تغير اتجاه تايم، وبنشوف المكان هو القطر. ليه؟ لأنه القطر بيمثل المحيط، فتغير المحيط للسرعة الأصلية اللي على المحيط المماسي قسمها على باي، ايه، فبيطلع معك شو 2 على 2 باي، بيطلع معك القطر، نصف القطر. فنصف القطر اذا هي السرعه المماسيه، يعني نصف القطر يعبر عن السرعه المماسيه. هلا غير الزمان، زيد السرعه هي، زيد السرعه المماسيه والزمن نفسه، فبتلاقي كبرت الدائرة. ليه؟ لأنه الزمن نفسه يعني رح يدور بفترة زمنية معينة، وهديك بدها تكبر السرعة، فبدك تضطر تكبر شوة، تكبر نصف القطر لحتى تضل ماشي مع الزمن نفسه. إذا غيرت الزمن زدت الزمن، وقت بتزيد الزمن بتلاقي السرعة شوة، السرعة نزلت صغرت. ليه صغرت؟ لأنه صارت تدور أسرع أسرع، فبدك تصغر القطر، تصغر نصف القطر لحتى تكمل السرعة المماسية تكفي لتكمل دائرة يعني. وبالتالي هي علاقة المكان بالزمان. إذا كبر الزمان بيصغر المكان، وإذا صغر الزمان بيكبر المكان، وإذا كبر المكان بيصغر الزمان، وإذا صغر المكان بيكبر الزمان. هذا يعني علاقة مع بعضهم. إذا جداء المكان والزمان ثابت، اللي هو أثبته مين؟ أثبته قانون كوبرنيكوس الثاني. قانون كوبرنيكوس الثاني اللي بيقول العلاقة بين الشمس والكواكب المحيطة فيها هي إنه مساحة القطاع الدائري ثابتة. مساحة القطاع الدائري ثابتة. يعني إذا حسبنا بعد الأرض ضرب سرعتها حول الشمس فبتلاقوها ثابت. هذا بيكبر واحد بيصغر الثاني، بيكبر واحد إذا بعدت بتقل سرعتها، وإذا كان قربت. إذا مساحة القطاع هي اللي ثابتة، ونحن نعرف جداء شعاعين هي مساحة القطاع. جداء شعاعين هي مساحة القطاع. إذا نحن عم نحكي عن شيء موجود حقيقي في الكون وملموس ومعروف، ما عم نحكي عن شيء تخيلي بحت. إذا نحن ما نزال عم ندرس حالة موجودة اللي هي علاقة زمكانية بين الشمس والأرض مثلا، أو بين الكواكب والشمس. إيه، فقلنا نحن إذا فوتناكم يعني بمليون قصة، لكن نرجع من لخص باختصار. أصل الوجود هو الزمكان المتحد، يعني اللي هو الخلاء، واللي منقول عنه سرعة الضوء هي سرعة الخلاء، لأن الضوء لا يسير بسرعته الخاصة، ماله تسارع بيصطدم وبيرجع بنفس السرعة مباشرة. غير الوسط اللي ماشي فيه الضوء بيتغير السرعة. حطه بالمي بطأ، حطه بالأزاز بطأ، حطه بالزيت بطأ، طيب حطه بالخلاء تسرع، مشي بسرعة أعلى مثلا. فمعناتها الوسط هو هي سرعة الوسط وليست سرعة الفوتون نفسه. مش الفوتون معه سرعة وطاقة حركية حاملة بداخله، لا، الفوتون هو سكون الفوتون محمول على حركة الخلاء، بينما نحن الكتلة سكوننا ساكن ينتمي للسكون لأنه سكوننا ذاتي. هذا الفرق بين الضوء وبين المادة. نحكي فيه كثير، هذا الموضوع مهم جدا لنحكي فيه. فإذا نحن اليوم قلنا أنه فلسفيا يجب البدء من الخلاء، من الزمكان المتحد، من الحركة لتفسير الوجود. هيدي منسميها نحن الطاقة البانية، طاقة البانية في الكون. من ما تألف الكون؟ يتألف الكون من زمكان، من مكان وزمان متحد، يعني من حركة دائمة مستمرة
متغيرة المكان على متغيرة الاتجاه، ضرب متغيرة الاتجاه. هذا هو الوجود الأولي، متغيرة مكان ضرب متغيرة الاتجاه. إذن وجود قطاعي، وجود قطاعي سكونه هو مركز هذا القطاع، ومحيطه هو وتر قطر هذا، وتره هو البعد، هو البعد المكاني اللي بنعرفه. فبدنا نبلش إذا من شيء تاني آخر غير اللي إحنا بنبلش فيه، بدنا نبلش من الأساس الافتراضي التصوري الرياضي للوجود، لأنه ما ممكن نلمسه هذا. قلنا بدنا نمشي بسرعة الضوء لنشوفه، ونحن إذا مشينا بسرعة الضوء ما بنعرف شو صار فينا. هي عم نمشي عم بسرعة البسكليت عم ناكل هوا، فيعني ما مو ظابطة، عرفت كيف؟ ما فينا نتخيلها، بدنا نرسمها رسم، نتخيلها تخيل، نحسبها حساب، رياضيات يعني، مثل الرياضيات. إيه فبكتب لك مثلا مليون شمس، فيلم صغير هالقد بكتبه، بس جيبوا مليون شمس حطهم حد بعضهم شو بصير فيك؟ بتتبخر يعني، عرفتوا كيف؟ الرياضيات بتبسط لك الامور وتصير على الورق. فاذا نحن بلشنا نحط ايدنا على شيئين، شيء يموت ويفنى، وشيء يوجد موجود بشكل مستمر، يكتسب وجوده النوعي وميزته من تمايز المكان والزمان بكموم معينة، مثل ما بدنا نشوف انه كيف بأول شكل من اشكال الوجود اللي هو الضوء، كيف هذا، بيتكون، وشو علاقته بالحقول، وكيف بيتكون الخلاء، هذا الخلاء من شو متكون، وكيف بيصير، شو بيصير بالخلاء لحتى يظهر فيه حقول، وشو بيصير فيه لحتى يظهر فيه ضوء، وبعدين ننتقل من الضوء للمادة. موضوع عويص مو هيك، بس ضروري لأنه نوصل لنتائج مهمة يتبعها.